الله عليك يا ابي، الله عليك يا ابي يا جامد. او كده بقى نبتدي بقى نلعب بالفلوس لعب. شفت سيرة البنك؟ ايه رأيك في الخطة بتاعتي يا ابي؟ ده لا لا، بصراحة الخطة أسطورية جدا يا زعبولة. لا لا لا، انت عملت شغل عالي بصراحة. مش قادر انسى خطة زي دي، انا اول مرة اعمل حاجة زي كده. طبعا اول مرة تلعب بالفلوس لعب كده، كان اخرك تقعد على الجهاز دوت، تقعد تلعب اللعب اللي بتلعبه دوت وتهكر لك كام واحد ومش عارف ايه، والحركات اللي كنت بتعملها اللي ملهاش لازمة خالص دي. يا عم لا برضك، ملهاش لازمة. ايه يا عم، ده انا كنت بعمل بيها شوية فلوس والله عسل. بس دلوقتي خلاص بقى ما بقتش تجيب همها، لان انا يعني خلاص هكرت اكترية الناس اللي في المدينة اصلا. بص تعالى تعالى رمي الفلوس كده، تعالى رمي الفلوس، اوه يا لهوي فلوس على كتير، الجمال. ايوه بقى، فلوس تجنن. اوه انا مش مصدق. بس انت ما سألتنيش يا ابي ايه هتبقى خطتنا الجاية يا ابي، يعني استكفيت بسيرة البنك ولا ايه؟ بصراحة مش عارف. انا هو انت عايز تسرق تاني ولا ايه؟ ما كفاية بقى كده، وعشان خايف نتحبس بصراحة. لا لا لا، نتحبس ايه انت؟ احنا دلوقتي معانا السيستم بتاع المدينة اللي انت مهكره، احنا متحكمين في المدينة كلها، محدش يقدر يعمل اي حاجة احنا مش عايزينها. لا هنتحبس ايه بس، دف من بقك. يا عم ماشي، حاضر يا عم معايا. عشان انا بص هصدقك المره دي، بس عشان ايه؟ هثق فيك، عشان انت قلت لي الخطه بتاعت سرقه البنوك دي وايه، ونجحت بصراحه. ايه هتثق في ايه بس عشان سيرة البنوك؟ استنى بس خد هنا، هو معلش الخطة اللي بتتنفذ دلوقتي دي كلها مش انا اللي عاملها ولا ايه؟ يا عم انا قلت حاجه يا عم، انت اللي عاملها خلاص. طيب احنا الخطوة اللي بعدها بقى، الخطوة ديت هتبقى انتقام شخص شوية. معلش يا ابي، ايه ده؟ لا 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 لا، ما فيناش من كده. لا لا، احنا هو نسرق مع بعض، لكن هتقعد بقى ايه تقول لي ما اعرفش اضرب مين وموت مين؟ لا لا، ماليش انا في الكلام ده. لا لا لا، تعالى تعالى ثواني ثواني، ايه اللي يضرب مين؟ انت بتقول يا ابي بس، انا اللي انت مش الشخص ده تبقى حاجه تانية خالص يا ابي. ايه طيب؟ عايز انتقم من الظابط خليل، الظابط خليل اللي ما خلانيش اترقيت في القسم، وخلاني انا فضلت ظابط صغير وهو اللي قاعد عمال يكبر ويبقى مدير القسم، هو السبب في كل اللي بيحصل لي ده دلوقتي. يا نهار ابيض، يعني انت جاي بتتكلم دلوقتي على الموضوع ده؟ ده انا نسيت خالص الظابط خليل. ده احنا دلوقتي بقينا معانا فلوس وبقينا اغنى من الظابط خليل. لا 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 لا، هو انا مش هعمل حاجة للظابط خليل خالص، انا الخطة بتاعتي غير كده تماما. ايه طيب، ايه الخطة؟ فاكر الموبايل اللي انت هكرته؟ ايوه، موبايل. استنى كده، انا هكرت موبايلات كتير، بس انت تقصد على موبايل مين؟ الموبايل الظابط خليل كان وقتها كان مع طفل صغير كده، فاكره؟ ايوه، انا هكرت فعلا الموبايل ده. ايوه فاكره. احنا بقى هنخطف الطفل الصغير ده. ايه بس استنى، هو الطفل الصغير ده يبقى ابنه؟ ايوه بالظبط، يبقى ابن ظابط خليل، وانا عايز احرق قلبه عليه، انا عايز احسسه بالعذاب اللي انا حسيت بيه، انا ده احسن انتقام انا ممكن اعمله منه. بس خلي بالك، انت واثق من اللي انت هتعمله ده؟ انا ماليش دعوة، انت اي حاجة هتحصل كبيرة انت مسؤول بيها. ايوه، ما تقلقش خالص، انا اللي مسؤول. انا عايزك بس تبقى تقعد على الجهاز دوت تراقب لي كده تحركات الطفل دوت، هو فين دلوقتي، وانا هخطفه بنفسي بقى. يا عم خلاص ماشي، انا هراقب لك الكاميرات وهقول لك بكل التفاصيل الجديدة. ايه ده، انا مستحيل اوافق على حاجة زي كده. الظابط زعبولة عايز ينتقم من الظابط خليل بطريقة غريبة جدا. قال ايه؟ عايزنا نراقب الكاميرات عشان يعني ايه هو يقدر يخطف ابنه. لا 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 لا، انا ما ينفعش اوافق على حاجة زي دي. انا هكر لكن بقى اقعد اخطف بقى وبعدها هو ممكن يموته ولا يعمل فيه حاجة؟ لا لا يا عم، انا ماليش دعوة بالحاجات دي. وانا مالي يا عم، وانا اصلا ايه اللي خلاني سمعت كلامه من الاول؟ انا كله بسببي، كله بسببي. لا 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 لا، انا لازم اروح دلوقتي واشوف الظابط خليل في القسم واقول له على كل اللي بيحصل. خلاص بقى الموضوع بصراحة خرج عن السيطرة. ايوه، هو ده الاسم اللي انا كنت محبوس فيه. اكيد الظابط خليل جوه. يا رب ادخل الاقيه، يا رب ادخل الاقيه. السلام عليكم. ايه ده؟ ايه بيه؟ اقف ايوه. عندك لا لا ولا حركة، لا 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 لا، اوعى تهرب هضرب نار. خلاص خلاص، انا اسف انا اسف. ادخل ادخل. انا بس كنت عايز، انا جاي عشان اقول لك على حاجة بس مش اكتر. تقول لي ايه؟ تقول لي ان انت هربت؟ تقول لي ان انا بعد ما وثقت فيك وخليتك تعدل السيستم، تخش تهكر السيستم وتسرق كل الملفات اللي فيه وتعمل اول جريمة وتروح تسرق البنك؟ هو ده؟ هو ده اللي اتفقنا عليه؟ وعايزني بعد كل ده اثق فيك؟ يا حضرة الظابط خليل، والله ما كانتش خطتي دي، كانت خطة زعبولة اللي كان شغال معاك في القسم هنا ومشي. زعبولة؟ وحتى لو خطة زعبولة تقوم تبيعني؟ تبيعني بعد ما وثقت فيك؟ ده أنا اتعاقبت عقوبات كبيرة جدا، وكنت خلاص وظيفتي دي كنت هضيعها،
بسببك، وبعد ما وثقت فيك وقالوا لي اي بي هو اللي هيحرر المدينه من الهاكرز وهو اللي هينقذها وهو اللي هيلغي فكره الهاكرز، تقوم انت تستغل الموضوع ده وتهكر الاسم وتهكر السيستم الرئيسي وتسرق البنك وتعمل كل الكوارث دي. ادخل ادخل. انا اسف جدا يا حضره الضابط، بس انت مكانك السجن. سجن ايه ده؟ انت مكانك الاعدام. انا اسف جدا يا حضره الضابط، بس انا النهارده جاي لك في موضوع يخصك ويهمك جدا. موضوع ايه؟ الموضوع ده يا حضره الضابط خطير جدا، ومحتاج اللي انت تنزل المسدس عشان اعرف اكلمك. بقول لك ايه، الخطط والحال بتاعتك دي ما بقتش تدخل عليا خلاص. انا فهمتك، جاي لي بقصه جديده واختراع جديد. ها جاي تضحك عليا بايه المره دي؟ لا والله حضره الضابط مفيش اي حاجه، والله انا ايدي هو ما فيهاش اي حاجه وفاضيه ومش معايا اي حاجه، والله وجاي ونيتي سليمه خالص. اتكلم بسرعه، في ايه؟ يقول يا حضره الضابط الشخص اللي اسمه زعبله كان النهارده، يعني احنا قاعدين في المكان السري بتاعنا، وقال لي ان الخطه الجايه خطه خطيره جدا، وهي فعلا خطه حياه او موت. ايه بتقول؟ ايه يعني؟ ايه مش فاهم حاجه. يعني عايز يخطف ابنك يا حضره الضابط. ابني؟ هي حصلت الزعبله توصل لحد بيتي وعايز تخطف ابني؟ انت متاكد من الكلام اللي انت بتقوله ده، ولا دي خدعه جديده جايه تعملها عليا؟ لا طبعا متاكد طبعا. صدقني يا حضره الضابط والله مش هغشك تاني. بص يا حضره الضابط، انا اسرق وهكر ماشي، لكن ان اخطف عيل صغير ما ينفعش، وعشان كده انا جيت قلت لك. يعني انت عايز تقتنع ان انت ضميرك صح دلوقتي؟ ايوه يا حضره الضابط ما تقلقش والله. وعموما يا اي بي خلاص، يعني انا مستعد اتفق معاك تاني لحد لما انقذ ابني من زعبولة الشرير ده. بخصوص السجن، يعني لو كلامك ده طلع صح وانا انقذت ابني، انا مش هحبسك وهطلعك براءة. يعني انت مش هتسجنني دلوقتي؟ ومش هسجنك خالص لو كلامك اللي انت بتقوله ده طلع صح، وانت فعلا انقذتني وفعلا معاك معلومات حقيقيه ان هو جاي يخطف ابني. ماشي يا حضره الضابط، وانا كمان هدلك على العنوان وهقول لك هو هيعمل ايه بالظبط. يلا بينا. انت موديني فين دلوقتي؟ ما انا مش انت يا حضره الضابط عايز تعرف مكانه؟ طب يلا بينا يلا بينا. واقف ليه؟ يلا 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 يا حضره الضابط، ورايا ورايا. ماشي ماشي يا زعبله، والله ما هسيبك. توصل لدرجه ان انت عاوز تخطف ابني وتهددني في بيتي؟ يلا يا حضره الضابط. إيه هو ده المكان؟ ايوه هو ده. ايه ده؟ هو مش ده نفس المكان اللي انا قبضت عليك فيه اول مره؟ ايوه ايوه هو نفس المكان يا حضره الضابط، عشان بس هنا كان في اوراق مهمه كنا محتاجينها، وبعد كده اصلا قريب هننقل لمكان تاني. يلا يا حضره الضابط معايا. طيب ماشي ماشي يلا بينا. ايه يا ابي؟ ايه يا بيت؟ انت كنت فين يا ابي؟ انا جيت المقر هنا وما لقيتكش. معلش بس كنت في مشوار. ايه ده حضره الضابط خليل؟ ايه اللي بيحصل؟ وقف عندك يا زعبله، كل حاجة اتكشفت واتعرفت خلاص. حضرة الضابط، انت هتصدق الواد اللي اسمه ايه ده؟ ده تقريبا جاي يخدعك تاني. صدقني ده الواد دوت دي خطة تانية، احنا خطة تانية كنا عاملينها، قلت له روح يبلغ في القسم عشان 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 انا عشان يتسجن وعشان لا لا انت اللي عملته دوت يا ابي. خطة تانية وصلت بيك، وصلت بيك الجراءة والجرم يا زعبولة اللي انت جاي عشان تخطف ابني وتنتقم منه. يا حضرة الضابط، ده انا كنت عايز اخطفه واجيب له موبايل جديد بدل اللي انت مش عايز تجيبه له يا خليل. يا بخيل انت، جاي تخطفه تجيب له موبايل؟ تعالى قول لي خد يا خليل الفلوس، هات لابنك الموبايل، مش تيجي تخطف ابني وتنتقم منه؟ ذنبه ايه الطفل ده؟ طب انا 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 بعتذر خلاص. بص حضرة الضابط خليل، انا في اتفاقيه عايز اعملها معاك، انت ليه ما تشتغلش معانا ويبقى معاك فلوس؟ بص انا معاك فلوس. اسكت اسكت يا كلب، ده انت جرائمك كتير جدا وعقابك هيكون شديد. مش كفايه ان انت هكرت سيستم الشرطه الرئيسي وسرقت البنك وعملت جرائم كتير جدا؟ ايوه بتامي. ايوه دي كانت خطته حضرتك الضابط خليل. مالكش دعوه انت يا اي بي، انا خلاص انا اعتبرتك خلاص شاهد ملك وهتطلع براءه دلوقتي. شكرا. لازم انتقم من زعبولة الشرير ده، قدامي على الاسم، قدامي على السجن يا مذنب. او بيقول لك مالكش دعوه وبيكبسك يالا وبتقول له شكرا. ماشي يا ابي حقير بقى، انا كنت عايز انضفك يالا واخليك ماشي. اطلع قدام يا مجرم. انت عايز تخطف ابنه؟ حرام عليك حرام عليك. تعالى ورايا يا ابي، تعالى ورايا على الاسم. يلا انا مش عارف، ربنا رزقني بهكر من جمعيه رساله تقريبا، بيقول مش عارف ايه اللي بيقوله. خلاص يا ابي قبضنا عليه ودخلناه السجن، ومحاكمته الاسبوع اللي جاي وهيبقى عقابه شديد. تمام قوي يا حضره الضابط، يا انا فرحان قوي لان انا الصراحه يعني كشفت امره، لان هو يعني كان عايز يخطف ابنك. شكرا جدا ليك يا حضره الضابط، وبس كده يلا. عايز اي حاجه يا حضره الضابط؟ انا ماشي.
وانت كمان شكرا لك يا ايبي، بس اقف عندك. ايه؟ نعم، في احد الضابط عايز مني ايه؟ تعال هنا اثبت وارجع تاني. ليه طيب؟ نعم اتفضل. انا حابب اقولك ان انا كمان خدعتك زي ما انت خدعتني. ايه ده؟ خدعتني؟ مش فاهم حاجة، ممكن توضح؟ انت فاكر ان انت بعد ما تهكر الاسم الرئيسي وتسرق البنك انا ممكن اسامحك؟ مستحيل، انت كمان لازم تتعاقب زيك زي زعبولة. ما انا قلتلك هتتظبط اللي دي خطة زعبولة. والله ما خطتي. انسى، خلاص وقت الجريمة انتهى، دلوقتي انت لازم تاخد عقابك. قدامي قدامي على السجن يا مجرم. لا حضرة الضابط، لا لا. انا وثقت فيك مرة وللأسف خنت العهد اللي بينا واذتني في شغلي. انا طبعا بشكرك على انك حميت ابني، بس ده ما يعفيش ان انت لازم تتعاقب على جريمتك اللي فاتت. قدامي على السجن. ليه بس حضرة الضابط ليه؟ حرك قدامي، هتبقى موجود في سجن انفرادي كمان، موجود لوحدك كمان. طب عايز ادخل معايا؟ طيب كنت فاكر ان انت هتفلت بعقابك ده؟ ليه شغالين سوسن في الاسم؟ والله حرام، والله حرام، انت غدرت بيا. فاكر ان انت هتقدر تهرب تاني وهتقدر تهرب من جريمتك من غير عقاب؟ تبقى بتحلم يا ايبي. مش هنسهالك، مش هنسهالك يا حضرة الضابط. ماشي ماشي، الضابط خليل فاكر ان انا كده مش هعرف اهرب. تمام. ودلوقتي كمان الضابط زعبولة في السجن، يعني انا لوحدي. تمام تمام تمام، انا هستعمل الخطة التانية. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ايوه جدع، الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك. ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي. ايوه بقى، اوه اديله اوه.